التفاصيل الحقيقة أحد الحاجات اللي بتميز نادين شريف في الديزاينز بتاعتها. نادين، أنا مبسوطة قوي إن أنت موجودة معانا النهاردة، ومبسوطة أكتر بالحاجات الحلوة قوي اللي أنا شايفاها دي، والعقد الرهيب اللي أنا لابساه ده، حقيقة كلها حاجات تجنن. احكي لي بقى، أنت درستي ديزاين ولا عملتي إيه بالظبط؟ لا، هو أنا كنت دارسة هندسة عمارة. أيوة. وبعدين لما اتخرجت يعني اشتغلت شوية في المجال نفسه فترة بسيطة. بعد كده قررت يعني ان انا عايزه اعمل شيفت كارير، فقلت لا يعني ليتس دو الحاجه اللي انا بحبها بس. فاول حاجه قدمت فيها كانت مسابقه بتاعه كايرو ديزاين اوورد، واخدت فيها يعني سكند بليس ساعتها. المركز الثاني ده حلو قوي برضو. بالظبط، وكانت لسه يعني رسومات وكده، فات واز ا بيج ستيب بالنسبه لي. طبعاً، وبعد كده بقى قلت خلاص ابدا بقى اعمل البراند بتاعي وكده واشتغل عليه، وانا اوريدي متاسسه على ازاي اطلع فكره وازاي ابقى. انا فعلا شايفه كمان ان في اشكال هندسيه كتير قوي في الديزاينز بتاعتك. يعني كل تصميماتك الحقيقه انا ملاحظه ان هي بتعتمد على المربعات والمثلثات والحاجات دي. هي مش معتمدة على كده، هي معتمدة اكتر على الثيم اللي انا واخدة منه الفكرة. يعني مثلا ده عثماني فهو اسلامي، وانا واخداه من باب، فالباترنز اللي كانت على الباب ليها شكل معين، انا اخدتها وابتديت ادجست بحيث انها تبقى سيوتبل اكتر وتبقى مودرن بطريقه مختلفه. طبعا اقدر تبقى يعني عصريه وتناسب الناس بتوع اليومين دول. بالظبط، يعني بالظبط كده، ويبقى ليها ايدنتيتي اكتر، اللي هي حاجه تكون كمان بتبين ده شغلي، ويبقى ليها البصمه يعني بتاعتي اكتر. فهي دي مثلا جت، عشان كده جت مثلا الاشكال الهندسيه من ده. بالنسبه للكولكشن التاني مثلا دي ترايبل، فهي هتلاقيها برضو هندسية، بس عشان هم كانوا بيستخدموا برضو باترنز هندسية معينة ليها علاقة بالنيتشر. هي القبائل عموما بتبقى دايما عندها افكار كده جميلة وحلوة قوي، انك انت كمان تستوحي افكارك من التراث، لان دي حاجة حلوة قوي قوي. بالظبط. الخامات اللي انت بتستخدميها هنا ايه يعني؟ ده مصنوع من ايه؟ كله مصنوع من الفضة 925، وكلها مدموغة كمان من الحكومة. مهمة جدا. يس، دي اهم حاجة اصلا، مدموغة كلها من الحكومة. ايوه. والحاجات اللي على جولد هي البيز بتاعها ستيرلينج سيلفر، برضو فضه، بس مطليه ذهب. حلوه قوي قوي. مظبوط. بالظبط. حقيقه يعني انا لازم اهنيكي، لانك فعلا حاجتك حلوه قوي، حاجتك مميزه جدا. شكرا. وعجبني كمان اهتمامك فعلا بالتفاصيل، كلها تفاصيل ممكن تكون بسيطه للناس، لكن هي فعلا بتخلي الشكل حلو قوي وجميل. مظبوط. اشكرك. شكرا جزيلا. ميرسي.